خصوص الكتب المدرسية واللي جات في سؤال من الأسئلة المطروحة أولا هذا الموضوع هذا كيف ما قلت في الندوة الصحفية السابقة الحكومة تلقت هذا الطلب وأخذت به علما من طرف الناشرين لاعتبارات أن هناك كلفة إضافية اللي دخلت خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة هذا الموضوع هذا يهم فقط الكتب ديال الابتدائي وديال الاعدادي لا يهم الكتب ديال الثانوي يهم 186 كتاب مدرسي آه غالبيه هذه هاد الكتب هادو يتم يعني تحملهم في اطار المبادره الملكيه مليون محفظه لكن اعيد تكرارها مره اخرى الحكومه لم تقرر بعد في هذا الموضوع تدرس هذا الطلب وسوف تقرر بشانه